وفاة ريم العبد لله وشقيقتها في حادث مأساوي بالسعودية، وإليكم التفاصيل. توفيت في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الشقيقتان ريم العبد لله وغادة العبد لله جراء تعرضهما لحادث سير مؤسف في المملكة العربية السعودية، حيث نعاهما العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشقيقتين غادة وريم لقيتا مصرعهن جراء تعرضهن لحادث مروري أليم أثناء قيادتهما مركبتهن في إحدى شوارع رياض بالمملكة، في حادث لاقى تفاعل وتعاطف كبير من ذويهن في الشارع السعودي. في هذا الصدد حدث بعض اللبس لدى النشطاء في مواقع التواصل، كون ريم العبد لله يشابه اسمها اسم الممثلة التي شاركت في مسلسل العصوف الذي عرض عبر قناة الام بي سي خلال شهر رمضان المبارك، إلا المصادر أكدت أنها ليست الفنانة المتوفية، علما بأن الممثلة ريم العبد لله تسمى نورة العتيبي، وعرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش مطاش بموسمه 14 مع الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي في عام 2006. ريم عبد الله هي ممثلة سعودية تقيم في الإمارات العربية المتحدة من مواليد 19 فبراير سنة 87 وتوفيت عن عمر 32 عاما، واسمها الحقيقي نورة العتيبي. بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 في مسلسل طاش مطاش 15، وتتوالى بعدها أعمالها في العديد من المسلسلات منها ساكنات في قلوبنا عام 2009، ومن أفلامها السينمائية في المواجدة عام 2012. حازت على وسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرا عام 2014 عن منطقة الخليج العربي من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية.